انا والله لي 25 سنه وانا متحفظ ولا افشيت بقصه واحده. وعند ما شفت كل قام يخوض من عنده وينشر، احب انقل للمشاهد قصه يوم من الايام طريفه حصلت وهو موجود معي انا وياه، الله يرحمه ويسكن في سيح جناته. كنا في منطقه اسمها الهضم، تبعد من الخط السريع الذي متجه لمكه من الرياض حوالي 200 كيلو جنوب. منطقة فيها غيران وفي القيض نجلس فيها وباردة وخالية. هذه المنطقة هضاب وفيها غيران وباردة وبعيدة من السكان، وتصلح لنا في ذاك الوقت. وحنا جالسين معنا سيارة واحدة اللي هو البيج بديله موتري بهبهان. لو والله فيه رجال وبائع وزاننا تجي لها حوالي 5 كيلو، وزاننا مفلية وحنا ظهر قيلين، موترنا تحت وحنا فوق في الغار، سلاحنا عندنا، جدرنا عندنا. ويوم من غدانا استوى قرب على الاستواء، والله ان الرجال يوم جانا يمشي فوق سيارته جاء تحت وسلم قلنا اقلب، طلع علينا وجانا وشاف قلنا حيا بك على الغداء. قال انتم وش انتم؟ عند ما سألنا علمناه بأن انتسبنا أنا قبيلة ثانية وغيرنا سامينا. قال خلاص جلس اطمئن الرجال، كان أبو شيء عنده مسد شوي. قلنا وش فيه؟ قال إنه والله يحسبون كل المجرمين سعود ورشاش. وهالحين شو قلنا؟ لا بالله ما احنا المجرمين، احنا ناس عسوس جاي اني نعس الحياة، وشوف الديرة هذه معنا ابل وشوفناها طيبة، نبنا نشد وننزل فيها. قال الديرة مثل ما تشوفون. تغدى الرجال معنا، ويوم تغدى قلنا هذه الذبيحة معلقة وإحنا رجال راجعين، نص أخذه الكل هلك ونص نبي ناخذه معنا. حلفنا على بالشهادة وحلف علينا أنه لازم نحتلب، لازم يحلبنا من الإبل حقه. الإبل إحنا نشوفها عندنا مسافة حوالي 10 كيلو كذا أو 8 كيلو. بعد ما لزم علينا الرجل أنه لازم نروح لبائره ويحلب لنا، مشينا معه رضا الخاطرة. وقفنا عند أبائره، يوم وقفنا لو والله موتره ينبشر يروح يحلبنا ناقة من إبلي يفك شمالتها ويحلبها ويعطينا نشرب أنا ورشاش الله يرحمه الحليب. ويوم ردنا الطاسة عليه لو والله فيه بيوته تجي 5 كيلو عنا خيمتين، فيه مرة واقفة في الوسط وتشر تومي تعال تعال زوجها يعني بسرعة في شيء مشكلة أكيد حادم. قال لي الربع انا بروح للبيت في مشكله جايه عندها هذه وبروح وبجيكم. وموترين بنشر مثل ما تشوفون، قلنا بنوديك اهلك، احنا ما نقدر نعطي سيارتنا وسلاحنا، احنا رجال مطلوبين وسامينا غير سامينا اللي اعطيناها له وهو ما يدري، وحنا ما نخلينه، بس احنا الحين بنشوف ايش السالفه. ركب معنا الرجال ومشينا، جينا بيته دورنا وقفنا حوله والله ان الحرمه تشير على بناته، واحدهم 5 سنوات وواحدهم 8 سنوات، وكل اللي تباكن وهي معها عصا طويله وهي ترفع تيله، والله انها ترفع لها داب اسود. قالت الداب اكل البنت هالحين، وانا ذبحته والبنت تبتي ما ندري وين البنت، هي الكبيره ولا الصغيره المقروصه. راح هو وابوها يتعادوا يمهم ورفعها بيدينها والتفت يمنا، يوم التفت يم يوم رجع يمنا لوجهه يوم تغير اسود. قالت اكفون يا ريجي لا تخلوني، البنت مقروصه والموتر ديدسن ومبنشر، والله ما مي حتى حق البترول، وانا اسبر رشاش ورشاش سبرني. دحين سبحان الله العظيم انا وياه متفاهمين من ذي الطفوله، نعرف وجيه في اللي في بعضنا بربعة الحجاج، كل سبر ثاني ورفعنا حجانا مش يسوي، قلنا توكل على الله هاته. المهم حطيناها معنا احنا قبل صلاه العصر، بين صلاه العصر وبين صلاه الظهر مشينا، ولا جينا المنطقه اللي احنا رايحين لها الا المغرب تطيح الشمس، تبعد عنا مسافه 250 كيلو صحراء. وصلنا المنطقة اللي فيها المستشفى قرب المغرب، كمنطقة نائية على جبل الخط السريع وفيه بقالة عندها.
راح للدكتور، جينا عبوه ودقها ببرتين واعطاها علاج، وكانها هدت، كانت من اول تصيح وكانت نايمه رجلها، لان سبحان الله العظيم يقرص داب يقول ترقد رجله، وهي عمرها 5 سنوات تصير. ويوم خلصنا قلنا تبي شيء من البقاله؟ قال والله ما معي دراهم. قلنا لا يهمك، هذه 700 ريال، احنا والله ما معنا الا 1400 كلبونا، قسمناها بيننا وبينه. تقضي لعيالك؟ آه لا لا، قلنا ابدا، تقضي لعيالك، تقضي لعياله وحاجه، وخليك كفاره الكفر، كفر لستك ورجع حق لستك حق الباديه اللي هم يعرفونه. مشينا، وصلنا قبل الساعه 12 11 ونص كذا للمنطقه اللي هم فيها، 12 الليل طبعا. عندما جينا هناك وقف الرجال حلف على ان يضيفنا، قلنا ابدا احنا بنمشي، والله يستر عليك. قال لي الربع انا باكم تعلموني بالصحيح، انتم لغوتكم غير لغوه الناس القبيله اللي انتم انتسبتوا اليها، وانتم اخوان وقفتوا معي في الشده، اشيكم بالله لا تخفون علي من انتم، كل منا سبا اخويه انا ورجاش. وابتسم، يعني قلنا حنا سعود ورشاش المجرمين اللي انت تقولنا صلاة الظهر انا احسبكم هم. قال ويش؟ ما هم معقول. قلنا والله معقول. يوم قلناه وعيون تحالقت بالدموع. لحنا على وشك نمشي، رجل محول وبنته، وبنته بخير تمشي، هذا البسكوت والعصير في يدها، ما عاد عندهم اي مشكله. رجعنا عندما شفناه تاثر، سلمنا على خشمه وقلنا يا ابن الحلال الجواري تجري والاحداث تجي، وهذا ابتلاء وامتحان، وفرج الله قريب، ونستودعك الله واستر ما واجهت. قال ما واجهت غير الطيب. من احدى المواقف الطريفه اللي جمعتين ورشاش، بنا على طلب الجمهور والحاحه على تبيين له قصه او موقف اللي كنت ورشاش، من باب اذكروا محاسن موتكم. يوم من الايام احنا مطلوبين جايين من قرية رايحين للرفيعة، منطقة شرق المملكة العربية السعودية، مع الأصباح جايين، وكانت الطريق هذه اللي هالحين مزفلته ردمية، وفيه طلعات طوال، كل واحد على الثاني مسافة 5 كيلو كذا، تطلع منها وتنزل بالثانية وتطلع منها، خط قرية معروف يعرفونها هالمنطقة. عندما طلعنا أول طلعة أو ثاني طلعة يعلم الله، هالحين لا أدري، تفاجأنا بسيارة واحنا محاولين بسرعة، طلع على مفاجأة مقروبة في نص الطريق، ملقيتنا كفراتها على جنبها، وفي رجال طايح يسار الخط، ورجال عندها بعد منسدح، واحنا حسبنا ووقفنا للرجال هذا يصيح، وفيه دم في فخذه، مكسورة فخذه طالعين عظمها، والرجال هذاك ما يتكلم، حي بس ما يتكلم، وكان معهم فلوس كثيرة ومنتشرة، ومات 50 ومات 100 هذاك الحين. قالتك فلا تخلونا في الحالة هذه يا مسلمين. يا الله رفع راسه الرجل هذا، يا علم الله لهم قبلنا 3 ساعات 4 ساعات، كانت الطريقة ما حد يمشيها، قليل الناس. حولنا، أنا رحت للرجال يهرج هذا ومد لي يده، وحياة رشاش راح الرجال المسدوح هذاك يرفع يده، قال بشركم من الرجال حي، قاعد خويه حي، قال لي حي خويه ما يقدر يهرج. وسيارتهم جمس شكمان واحد لوحات كويتية، وانا سبرنا بعضنا وش نسوي؟ ما اقدر. قالت لك ولا تخلون، رحنا وشلناهم في الصندوق معنا، بيني وبين الرفيعه حوالي والله ما ادري 30 كيلو حوت ما يدري قدامنا. و جينا لقينا فلوسهم هذه واغراضهم كل ابوها، وربطناها في العمامه حقتينا، حتى ان مستعجلين ما رحنا لسيرتهم، معهم عمايم ولا ما معهم، الرجل اللي لقناهم ثيابهم بيض ومصلعين على عمايم، والدمام قاشتهم، ويمكن يذكروا الموقف هذا اذا حد منهم موجود الحين، هو يذكر الموقف هذا وبيتصل. مالك في الطويله، باختصار رحنا وشلناهم معنا في الصندوق، وحطينا العمامه هذه تحت راس اللي يتكلم، وهو مكسور مني رجله والعظم طالع فخذه. وعندما مشينا فيه الردميه فيها بطناج قوي مره مره، قام الموت ياخذ بطناج ومشينا، هو قام يصيح يا لا 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 يا مسلمين، وقام قلت وقف وقف خليني بركب معه، واركب معه واحط يديني من عند دغاطه من اضمه علي، واحط رجلي هذه الرفرف حق الجمس موترنا جمس ثمانيه، واشده يمي. هذاك ما يونس في غيبوبه، والله ما ادري هو حي ولا مات، بس الرجال هذا اللي مكسور لا حي ولا في رجال يسمع، حتى سبرنا قلنا بعدين بعد فيما بعد.
مش انا المهم ركبت معاهم وحياه رشاش اسرع على السياره خلاها طبونها كلها. يوم ان طلعنا على عندما طلعنا على المنطقه هذه القريه اللي هي اسمها الرفيعه هي في الصمان الرفيعه كانت بيوتها عندما طلعنا على المنطقه هذه القريه اللي هي اسمها الرفيعه هي في الصمان الرفيعه كانت بيوتها حوالي 15 بيت او 20 بيت ما تعدى كذا عدد. قمنا نتعين وين المستشفى وشفنا السلسله على البوابه حقت المستشفى ولوحه الصحه فيها هذيك الايام يحطون لوحه في السلسله الصحه صغيره درانا انها مستشفى. وهذاك الطبيب سوداني من اخواننا السودانيين من صلاه الصبح يفرش يطلع عمره شفناه واقف درانا انها الطبيب وهذا المستشفى ريوشنا بهم وحطيناهم عندها واخذنا العمامه وحطيناها عند رؤوسهم باوراقهم بفلوسهم. عندما نزلناها في المستشفى واطمئننا عليهم انهم في يد امينه مشينا ذهبنا ورحنا في طريقنا. وبعد فتره كنت امزح مع رشاش الله يرحمه ويسكنها الجنه قلت له ان اخذنا من الفلوس الرجال اللي قراهم مسعفينهم اعتذر قال ابن ماشي هل سولت لك نفسك يا سعود؟ قلت لا والله. قال والذي نفسي بيده اني لو اموت ما اخذ من حق ضعيف طايح الله فاجيه الله يرحمه. هذه من ضمن القصص اللي حصلت قصص كثيره.